تقارير سرية تكشف الموعد الحقيقي لضرب سد النهضة، وأبي أحمد يستنجد ب15 دولة. مع اقتراب ميعاد الملء الثاني لسد النهضة الذي تتمسك به إثيوبيا وترفضه مصر والسودان قبل التوصل إلى اتفاقية ملزمة لإدارة وتشغيل السد، تتسارع احتمالات نشوب حرب بين الدول الثلاث. ووفقا لتصريحات مسؤولي إثيوبيا، فإن أديس أبابا لن تتراجع عن مخططها الذي تؤكد عليه ليلا ونهارا، وكذلك مصر والسودان اللتان وحدتا رؤيتهما منذ إقدام إثيوبيا على الملء الأول بشكل منفرد. وفي حال نفاد خيرات القاهرة والخرطوم التفاوضية، فلن يبقى أمامها سوى التحرك العسكري لمنع فرض أمر واقع. وهذا يعني أن جميع الدلالات تشير إلى استخدام مصر والسودان القوة العسكرية لضرب سد النهضة الإثيوبية في ظل تعنت أديس أبابا وإصرارها على الملء الثاني في موسم الأمطار المقبل، أي خلال شهري يوليو وأغسطس. وقبل أسابيع حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن أي مساس بحصة مصر في مياه النيل سيستدعي ردا يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل. ويتساءل الكثير حول الموعد الحقيقي لضرب سد النهضة الإثيوبية، وتدور الشائعات حول توجيه الضربة العسكرية يوم 10 من رمضان المقبل، ولكن ما حقيقة هذه المعلومات ومدى صحتها؟ بعض التقارير السرية والنشرات العسكرية لأجهزة استخبارات دولية كشفت موعد توجيه الضربة العسكرية لسد النهضة الإثيوبية، ووصفت تلك التقارير لجوء مصر لمجلس الأمن بأنه الخطوة الأخيرة قبل تدمير السد. وحسب تقارير صحفية، فإن إحدى مشكلات خيار قصف السد أنه يجب أن يتم قبل عملية الملء الثاني لخزانه، حتى لا يؤدي انهيار السد إلى انطلاق فيضان من المياه يدمر الأراضي المحيطة بالنيل في السودان وحتى مصر، وبالتالي الحيز الزمني لهذا الخيار يضيق، وبالتالي تعمل مصر والسودان على حل أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق عادل مع الجانب الإثيوبي قبل توجيه الضربة العسكرية وتدمير السد الإثيوبي. ومؤخرا شرعت إثيوبيا في فتح البوابات العليا للسد تمهيدا لبدء عملية الملء الثانية، على الرغم من الانتقادات السودانية والمصرية لتلك الخطوة. وكشفت أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية نوايا أديس أبابا بشأن سد النهضة، إذ تظهر مساعي إثيوبية لتجفيف الممر الأوسط من سد النهضة بوقف عبور المياه خلاله. وفي ظل تصاعد الأزمة بين الدول الثلاث، دعت إثيوبيا أعضاء مجلس الأمن إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي. وحسب بعض الخبراء، فإن هذا يعني أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يستنجد بنحو 15 دولة كبرى لحل أزمة سد النهضة بالشكل الذي يرضيه فقط، دون أهمية لحياة المصريين والسودانيين. ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوا، فالدول الخمس الدائمة العضوية هي الصين، فرنسا، الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 2 سنين مع نهاية السنة، وهم إستونيا، الهند، أيرلندا، كينيا، المكسيك، النيجر، النرويج، سانت فينسنت وجزر غرينادين وتونس وفيتنام. وفي رسالة موجهة من إثيوبيا إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، أشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديماقي ميكونين إلى أن العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية. وزعمت أديس أبابا في خطابها إلى مجلس الأمن أن مصر والسودان لا يتفاوضان بحسن نية، وليس مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع، وأن البلدين اختارا إفشال المفاوضات وتدويل القضية لممارسة ضغط لا داعي له على إثيوبيا. وأشارت الرسالة أيضا إلى مبادرة إثيوبيا بشأن تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، وهو المقترح الذي رفضته القاهرة والخرطوم دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم. وجاء في الرسالة:
أن إصرار البلدين على الحفاظ على الوضع الراهن غير العادل ومنع استخدام إثيوبيا للمياه عند منبع سد النهضة تحت ذريعة إبرام اتفاق شامل ملزم أمر غير مقبول. وزعمت الرسالة أيضا التزام إثيوبيا الراسخ بإعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل قادة الدول الثلاث، وأن مصر والسودان تتراجعان عن التزاماتهما بموجب إعلان المبادئ. وأضافت أن أي محاولة للضغط على إثيوبيا وتهميش العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي ستزيد من تقويض الثقة بين الدول الثلاث. وكذلك أعلن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين عن رفض بلاده القاطع لأي محاولات رامية لإجبار أديس أبابا على القبول باتفاقية استعمارية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة. وشدد ميكونين على أن السياسات حول النيل يجب أن تسترشد بتقديم روح التعاون والتفاهم والتكامل وليس التسييس والتخريب، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة تتيح هذه الفرصة. إذا اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة متبادلة المنفعة ضمن إطار العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي. وتابع الوزير أن ممارسة ضغوطات غير لازمة على إثيوبيا من خلال تسييس وتدويل هذا الملف عمدا لن تجبرها على قبول اتفاقية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، مضيفا أن أديس أبابا لن توافق على مثل هذه الشروط غير العادلة الرامية إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان. ومن جانبه قال وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي إن القاهرة اقترحت 15 سيناريو مختلفا لملء وتشغيل سد النهضة على مدار الأعوام الماضية على نحو يحقق المتطلبات الإثيوبية وبدون إحداث ضرر ملموس على دولتي المصب، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض جميع هذه المقترحات. وحمل الوزير المصري أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ما وصفه بالتعنت الإثيوبي والإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها أديس أبابا مسؤولية عدم إنجاز اتفاق حول سد النهضة حتى الآن. وكانت جولة المفاوضات الأخيرة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلع أبريل الجاري قد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بين إثيوبيا ومصر والسودان.